صباح الخير يا متابعين في تحليل فني الصباح لشركة وينزل بروكر. خدمة لكم كريم مجدي يوم 8 ديسمبر 2022، وهنتكلم مع بعض في الفيديو بتاعنا عن مؤشر داو جونز. 3 أسابيع للمؤشر داو جونز والأسهم الأمريكية بشكل عام، وده راجع أكيد في المقام الأول لانخفاض شهية المخاطرة بشكل كبير نتيجة المخاوف من أن يؤدي تشديد مجلس احتياطي الاتحادي لسياسته النقدية إلى الإضرار بأرباح الشركات. دي كانت أهم الأخبار اللي أثرت في الأسواق، ما كانش عندنا بيانات هامة، ولذلك هننتقل مع بعض ونشوف الشارت توقعاتنا ليه على مدار اليوم. زي ما واضح معانا على الشورت، الاداء السلبي على مستوى اغلب المؤشرات، اداء سلبي على الاي ام اي، على السار، على الفلات ترند، تقاطع متوسطات سعر الاسفل، ثبات السعر اسفلهم وثباته اسفل النقطة المحورية عند 890، ولذلك نتوقع مزيد من الانخفاضات ولكن شرط كسر ال 550 وراها ال 280 واخر نقطة عند 33.10، مرة ثانية كسر ال 540 وراها ال 280 وراها ال 33.10، السيناريو الاخر معاك سحب بكسر ال 34 340 وراها ال 660 واخر نقطة عند 900. وبكده اعزائي المتابعين نكون وصلنا لنهاية الفيديو، اتمنى لكم اكيد يوم سعيد وامن، وبشكركم على حسن متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.